السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيك العافية طلاب الأحباء، طلاب الصف الثاني. اليوم يا ثاني إن شاء الله بدنا نعمل مراجعة للمادة المطلوبة في الامتحان. في البداية راح نبلش بدرس الصلوات الخمس، طبعا فضل الله تعالى على المسلم خمس صلوات في اليوم والليلة يؤديها في أوقات محددة، ركزوا على خمس صلوات. طبعا صلاة الفجر عدد ركعاتها ركعتين، ركزوا على عدد ركعات كل صلاة ووقت كل صلاة، طبعا وقتها من أذان الفجر إلى طلوع الشمس. صلاة الظهر عدد ركعاتها أربعة، وقتها من أذان الظهر إلى أذان العصر، وصلاة العصر عدد ركعاتها أربع ركعات، وقتها من أذان العصر إلى أذان المغرب. طبعا صلاة المغرب عدد ركعاتها ثلاثة، وقتها من أذان المغرب إلى العشاء، وصلاة العشاء عدد ركعاتها أربعة، وقتها من أذان العشاء إلى أذان الفجر. طبعا مجموع عدد ركعات التي يؤديها المسلم في اليوم والليلة هي 17 ركعة. انتبهوا وركزوا عليها، هاي النقطة يمس مهمة، اللي هي مجموع عدد ركعات التي يؤديها المسلم في اليوم والليلة. طبعا خلينا نجمعهم، 4 زائد 4 زائد 4 12 14 15 16 17 ركعة، إذا جميعهم 17 ركعة. ركزوا معي على هذه النقطة، 17 ركعة مهمة. ممتاز. طبعا هذه مهمة، هذا الجدول جدا مهم. طبعا بتحلوه يا ثانية، التشهد والصلاة الإبراهيمية، طبعا علي مطالبين بحفظ التشهد والصلاة الإبراهيمية، ومتى في أي جلوس تكون، هذا جدول مهم، متى يكون التشهد في الصلوات الخمس، ومتى يكون الصلاة الإبراهيمية، في أي ركعة تأتي الصلاة الإبراهيمية في الصلوات الخمس. ممتاز. الآن دعونا نذهب إلى أعمال الصلاة. أهم إشي يا مس إنكم تنتبهوا لترتيب أعمال الصلاة. أول عمل نعمله إحنا واللي هي نقوم باستقبال القبلة. إذا أول عمل استقبال القبلة، ركزوا عليها كتير مهمة، إنه أول عمل من أعمال الصلاة هي استقبال القبلة، وذلك بأني وأنوي الصلاة بعدها، ثم أرفع يدي بجانب أذني وأقول الله أكبر. أهم إشي إن كنت تعرفوا كل عمل ماذا نفعل فيه. طبعا دعاء الاستفتاح جدا مهم. ما هو دعاء الاستفتاح؟ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم نقرأ سورة الفاتحة وما تيسر من القرآن الكريم. الآن عندنا في الركوع، ماذا نقول في الركوع؟ نقول في الركوع سبحان ربي العظيم كم مرة؟ 3 مرات. مهم جدا أن نكون نعرف ماذا نقول في كل جزء من في كل عمل من أعمال الصلاة. في الركوع نقول سبحان ربي العظيم 3 مرات، في السجود نقول سبحان ربي الأعلى، وعندما نرفع رأسنا من الركوع نقول سمع الله لمن حمده. إذا في الركوع نقول سبحان ربي العظيم 3 مرات، عندما أرفع رأسي من الركوع نقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وعندما في السجود نقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات. مهم جدا هذه الأعمال. أيضا علينا أن نعرف ماذا نقول عند التسليم، السلام عليكم ورحمة الله، عندما نسلم على اليمين، وعن الشمال نقول السلام عليكم ورحمة الله. طبعا عليكم، هذا جدول جدا مهم عليكم حفظه وحله. الركوع نقول سبحان ربي العظيم، وفي السجود نقول سبحان ربي الأعلى، والاعتدال عن الركوع من الركوع نقول سمع الله لمن حمده. ممتاز. الآن دعونا نذهب إلى درس آداب الزيارة. حكينا أنه حث الإسلام على التزاور بين أبناء المجتمع. لماذا؟ لماذا حث الإسلام على التزاور بين أبناء المجتمع؟ وذلك لأنه ينشر المحبة، يزيد الألفة. هي نقاط جدا مهمة. ووضع آداب للزيارة، وما هي؟ حدد لنا آداب الزيارة، أنه اختار الوقت المناسب للزيارة جدا مهم، وأني أستأذن قبل دخولي، وذلك كيف أستأذن قبل الدخول؟ ذلك بإني أقرع الجرس 3،
أقرع الجرس أو أدق الباب 3 مرات. وأيضا من آداب الزيارة أذكر اسمي إذا سئلت عنه، ورابعا أن أسلم ثم أجلس حيث يرغب صاحب المنزل. انتبهوا، ليس حيث ما أرغب أنا، لا، عندما حيث يرغب صاحب المنزل. إذا أسلم ثم أجلس حيث يرغب صاحب المنزل. هذه الأسئلة جدا مهمة، بتمنى يا ثاني كنت تركزوا عليها، مهمة جدا. الآن سورة قريش، طبعا شرحناها ومعانيها جدا مهمة. معاني سورة قريش جدا مهمة يا ثاني. لله في قريش ما اعتادت عليه قريش، رحلة الشتاء والصيف هي رحلة التجارة اللي كانت تقوم بها قريش. رحلة الشتاء إلى أين كانت تكون؟ أحسنتم، إلى اليمن. إذا رحلة الشتاء التي كان يقوم بها أهل قريش إلى اليمن، ورحلة الصيف إلى بلاد الشام. ممتاز. رب هذا البيت معناه الله تعالى. يأمر الله تعالى قريشا بماذا؟ بالإيمان به وعبادته. هذه نقاط جدا مهمة. طبعا لماذا يأمر الله تعالى قريش بالإيمان به وعبادته؟ شكرا على ما أنعم عليهم من الرزق والأمن والاستقرار. هذه النقاط مهمة يا ثاني. وهذا هاتان الصورتان تعبران عن الرحلة التي كانت تقوم بها قريش، وهي رحلة الشتاء والصيف، الشتاء إلى اليمن، ورحلة الصيف إلى بلاد الشام. أيضا هذه الأسئلة جدا مهمة يا ثاني، عليكم التركيز عليها. الآن دعونا نذهب إلى الصحابي الجليل عبد الله بن عباس. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، بصلة القرابة يكون ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم. كان يحب أنه يجلس ويكثر من الجلوس معه، ويحرص على الاستماع له، ودعا له أنه اللهم علمه الكتاب، فاستجاب الله دعوته وصار عالما بالقرآن الكريم، فلقب بترجمان القرآن. ما معنى ترجمان القرآن؟ مفسر القرآن. هذه جدا مهمة. وعندنا هون سؤال، ما معنى الكتاب في قول الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب؟ ما معنى الكتاب؟ الكتاب هنا معنى القرآن الكريم، القرآن الكريم. إذا الكتاب هو القرآن الكريم. ممتاز. هذه النقاط التي تحدث عنها جدا مهمة، وأملأ الفراغات أيضا مهمة. أرجو التركيز عليها ثاني. سورة التين، طبعا في بداية سورة التين بماذا أقسم الله تعالى؟ انتبهوا يا ثاني، هون حددت السؤال أنا. بداية سورة التين بماذا أقسم الله تعالى؟ أقسم الله تعالى بالتين، بشجرتين مباركتين، وهما التين والزيتون. طبعا شرحناها، ومعنى المعاني جدا مهمة. مثل المعاني هي البلد الأمين معناها مكة المكرمة، رددناه أسفل السافلين كان مصيره في نار جهنم، غير ممنون غير مقطوع معناها. ممتاز، هذه المعاني جدا مهمة. وأن الله تعالى يقسم أنه كرم الإنسان وخلقه في أحسن صورة، ومع ذلك فإنه أكثر الخلق لم يطع الله ولم يؤمن به، فاستحقوا عذاب النار، أما المؤمنون فلهم أجر دائم في الجنة. طبعا هذه السورتين بتعبر عن الشجرتين التي أقسم بهما الله، وهي شجرة التين وشجرة الزيتون. طبعا الأسئلة جدا مهمة يا ثاني، أرجو التركيز عليها. إماطة الأذى عن الطريق، إماطتك الأذى عن الطريق طبعا صدقة، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله إماطة معناها إزالة، والأذى هو كل ما يؤذي الناس. حث الرسول على إزالة الأذى عن الطريق، لأن هذا العمل يرضي الله تعالى وينال به الثواب العظيم. ركزوا عليها يا ثاني. ويبعد الأذى عن الناس، كيف ذلك؟ وذلك بهذه الأمور، نبعد الأذى عن الناس، بذلك بإزالة الأشياء الضارة عن الطريق، عدم إعاقة الطريق أو إغلاقه، ابتعد عن اللعب في الطريق. طبعا الأسئلة مهمة جدا، مهمة جدا يا ثاني، أتمنى أنه تركزوا عليها. طبعا قول الرسول ما تترك الأذى عن الطريق صدقة، حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على إزالة الأذى عن الطريق، لأن هذا العمل يرضي الله تعالى وننال به الأجر، ننال به الثواب العظيم، ويبعد الأذى عن الناس. طبعا الآن دعونا ننتقل إلى الدرس الأخير.
وهو سورة المسد، وحكينا أنه سورة المسد نزلت بحق أبي لهب وزوجته امرأته أم جميل، وطبعا تبت يدا معناها هلك وخسر، جيدها معناها عنقها، معاني جدا مهمة ثانية. و حبل من مسد أي حبل قوي من ليف. يبين الله تعالى أن أبا لهب وزوجته يستحقان الهلاك والخسران. لماذا؟ لشدة إيذائهما لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا يا ثاني نقول قد انتهينا من درس هذا اليوم، انتهينا من مراجعة المادة المطلوبة في الامتحان. ركزوا على أسئلة سورة المسد، هذه الأسئلة جدا مهمة يا ثاني. طبعا هذه المادة المطلوبة تم مراجعتها والتركيز على كل شيء مهم، إن شاء الله سيأتي في الامتحان. فأتمنى لكم يا ثاني التوفيق والنجاح في الامتحان، وموفقين يا ثاني، يعطيكم العافية.